وأناشد العزيز إبراهيم محمود أن يتناول الدكتور نور الدين زازا من الأبعاد التي هو ذكرها لأنه خير من يستطيع أن يفعل ذلك. في ذكرى نور الدين زازا الخسارة الكبيرة والمبكرة، في استحضارنا لذكرى هذا الرجل الكبير بودنا أن نتوقف عند جانب محدد من شخصيته، وهو جانب مركب ومتعارض، نقصد به المنشأ المديني للدكتور زازا والتحصيل المعرفي الرفيع والثقافة الواسعة اللذين كان يتمتع بهما. وهذان البعدان على صلة وثيقة بطبيعة وجود المسألة الكردية في سوريا ومسار تطورها والرسم البياني لمسار الحركة الحزبية الكردية على المستويين التنظيمي والسياسي الفكري، خاصة إذا ما أدركنا إشكاليتين ترافقتا مع ظهور المسألة الكردية وتركتا ولا تزالان أثرا عميقا فيها، ونقصد بهما أولا ما يمكننا تسميته محنة التقسيم الطرفي لجهة المناطق الكردية في سوريا، وثانيا الطابع الردي للفكر والممارسة السياسيين الكرديين. ففي المستوى الأول كان التقسيم بمثابة اقتطاع للأطراف الريفية من مراكزها المدينية التي كانت ترتبط بها تاريخيا على الصعود الإدارية والتجارية والتعليمية، فاضطر ذلك الركام الريفي المقتطع من مراكزه الحضارية التاريخية إلى البحث عن مراكز بديلة فاستحدثت المدن الجديدة التي وضعت السلطات بدورها دوائرها الإدارية ورموز سلطتها فيها، غير أن سكنت هذه المدن المستحدثة البديلة جلبت معها قيمها وأفكارها وعلاقاتها الاجتماعية التقليدية ووطنتها فيها إلى جانب المهن التقليدية للمدينة القديمة، فكانت أبعد من أن تكون مدنا بالمعنى التاريخي، المدن التي تنتج السلع والمعرفة ولاحقا التقامة، وأقرب إلى أن تكون قرى كبيرة. وكان لذلك أثر كبير في العمارة الاجتماعية للمجتمع الكردي التي بقيت هشة ومعاقة، لم تفلح في إنتاج فكر قومي ديمقراطي كبنية معرفية نظرية لظاهرة اجتماعية متسايقة مع التطور الاجتماعي البشري وارتقائه، وبناء صوتي متمثل بحركة سياسية متطورة في فرقها النظري ووسائل ممارستها للسياسة التفصيلية. من هنا حديثنا عن طابع ردي للفكر والممارسة السياسيين للحركة الحزبية الكردية التي قطعت تدريجيا مع فكر خويبون كمشروع قومي، وتحولت إلى الطبيعة المطلبية المطعمة بطروحات مستجلبة من برامج القوى السياسية في سوريا والمنطقة، حيث نرى أن الخطاب السياسي الكردي ظل ولا يزال يفسر وجود الحركة الوطنية الكردية كرد فعلا على جحود الأنظمة التي تنكرت للوجود الكردي لا كتعبير حقيقي عن هذا الوجود. وقد ظل هذان العاملان يعمقان من المأزق السياسي والنظري للحركة الكردية ويضعفان من بنيتها التنظيمية، والحال أنه يصعب إن لم يستحل الحديث عن سقف من الكريستال إذا كانت العمارة من طين. وكان لغياب المدينة كحاضنة للفكر القومي المعاصر أعمق تأثير في عملية الإعاقة المجتمعية والفكرية تلك، فلم تحقق أمة نهضتها إلا انطلاقا من المدينة، المدينة التي ازدهرت فيها الفنون وتطورت فيها العلوم وارتقت فيها المعرفة وانتعشت فيها التجارة، التجارة التي لم تقتصر كنشاط على المبادلات السلعية الصرفة، بل والتي كانت حاملة للمبادلات المعرفية والثقافية والتقنية. والحال هذه يصعب الرهان على الأفراد، سوى أنه تتزايد أهمية أدوارهم وتمس الحاجة إلى مساهماتهم. فالدكتور نور الدين زازا ولد وعاش طفولته في مدينة مادن الكردية الوثيقة الوشائج مع آمل، المدينة التي تشغل حيزا كبيرا في وجدان ووعي الكرد لما لها من ثقل في تاريخهم، المدينة الشاهدة على إعدام الحلم الكردي الأكبر والأجمل. من جهة أخرى كانت مادن نموذجية في تكوينها السكاني المتنوع الذي ضم إلى جانب الكرد اليونانيين والأرمن المتعايشين في مناخ من التسامح القومي والديني، أتاح لأبنائها انفتاحا اجتماعيا على الذات وعلى الآخر، فتشبعت روح زازا الطفل بحرارة التسامح واختزنت ذاكرته صور التعايش المشترك.
خدشت مرارة الغربة والقهر والظلم روحه البريئة تلك، وآلمته مذ غاد رمادا وهو في العاشرة من عمره باكيا بألم، مرورا بمآسي الاضطهاد التي عانى منها مع شعبه في كل أنحاء وطنه. ثم في مرحلة دراسته وإقامته في سويسرا البلد الديمقراطي المسالم، حيث يكفل النظام الفيدرالي فيها تنظيم العلاقة بين مكونات المجتمع السويسري في مقاطعات تحظى بالمساواة والعدالة والتكافؤ في الفرص، البلد الذي لم يشعر بالحاجة إلى الانضمام إلى الأمم المتحدة ليتحسس وجوده، البلد الذي تعيش في تخومه الجبلية أقلية لا يتجاوز عدد أفرادها 10,000، فلا يكتفي باعتماد لغتهم لغة رسمية إلى جانب اللغات الثلاث الأخرى، بل ويمنح امتيازات إضافية للناطقين بها تشجيعا للتكلم بها صونا لها من التلاشي، فإنه يعتبرها إسراء لثقافته وحضارته. هناك في ذلك البلد تعمق الوعي الفكري والسياسي للمرددين بقدر ما لمس الفارقة بين أمم تدرك أهمية الثراء الحضاري تنوع مكوناته، وأخرى ترى حكوماتها وأنظمتها في ذلك التنوع تهديدا وخطرا، فتستميت في سبيل محقه وتسييد الأحادية بديلا عنها، لا تحرم في ذلك لا وسيلة ولا سبيلا. الالتزامات الدراسية لم تشغل المرددين عن اهتماماتهم بقضية القومية المقابلة والدفاع عنها في كل مكان استطاع الوصول إليه، المؤتمرات الطلابية والمهرجانات الشبابية والملتقيات والندوات السياسية، وبنى علاقات مثمرة مع كل الشخصيات الفكرية والسياسية والثقافية من الشخصيات الفكرية والسياسية والثقافية ليتعرض بسبب نشاطاته لمضايقات سفارات الدول المحتلة لكردستان وضغوطاتها، إلى أن أنهى دراسته ليعود إلى وطنه عازما العقد على أن يفعل شيئا هذا فوجه لشعبه، فساهم في تأسيس وقيادة حركته السياسية. لكن السلطات المستبدة الشوفينية لم تسمح له بأن يمارس الدور الذي رسمه لنفسه، مثلما حرمته من ياسمين دمشق التي قال زازا بأنه كان يعشقها. فسنوات العشر التي قضاها بعد عودته من سويسرا قضاها بمعظمها في سجون ومطارات ومحطات قطارات دول المنطقة بين دمشق وحلب وبيروت وعمان، والفترات التي تخللتها قضاها مطاردا ملاحقا متواليا عن الأنظار، آخرها الإقامة الجبرية التي فرضت عليه في مدينة السويداء، إلى أن استطاع الإفلات من تلك الإقامة لبان حرب حضيران ليصل إلى منطقة الجزيرة وليعبر الخط الذي يخلق قلوب الكرد ويتمم رحلة عذاباته إلى أن يصل سويسرا البلد الذي أحبه. هنا يتوارد إلى ذهننا سؤال لا بد من طرحه، لو أن نور الدين زازا بقي بيننا هل كنا سنحافظ عليه ونستظل بقامته الفارعة ونقتني بمعارفه، أم إننا كنا سنأخذ بيده ونخرجه من بين صفوفنا لنداري جهلنا؟ نعتقد لو أن الفرصة أتيحت للدكتور زازا كرجل سياسي مرموق يتمتع بثقافة ديمقراطية واسعة وبعد فكري ثري وعميق وبشجاعة أبداها في غرف التحقيق وفي السجون وبشخصية كاريزمية تحظى باحترام وحب ومحبة من قبل المحيطين به ومن قبل الأوساط الشعبية، لو قيد له بأن يبقى على رأس حركة شعبه لكان من الممكن أن يصبح محور استقطاب بين مختلف الاتجاهات التي بردت في مراحل مبكرة من حضور الحركة الكردية، وعنصر توافق بينها ورمزا يصوغ الخطاب السياسي بالاستناد إلى أنساق فكرية معاصرة يصلح لأن يكون حاملا للمشروع الوطني الكردي، مثل ما كان يمكن له أن يكون عامل جذب للنخب الثقافية الكردية إلى الحيز السياسي للحركة الكردية، الأمر الذي كان سيمهد لتأسيس نظري لذلك المشروع الوطني يجنبه ذلك العوز الفكري والفقر النظري اللذان لا يزالان يسيمانه حتى الآن. فمنذ أن فقدنا الدكتور زازا لم يبرز من بين صفوف حركتنا الكردية رجل يجمع مثل ما جمع هو بين السوية المعرفية الرفيعة والعمل السياسي بإطاره التنظيمي، بل على العكس من ذلك آلت مواقع القرار السياسي في الجسم التنظيمي للحركة الكردية، وهنا لا نعمم الأحكام ولا نتوقع الإساءة لأحد وإنما نقف على ظاهرة طبعت مرحلة مديدة من مراحل عمر حركتنا بطابعها، إلى فئات من المتعلمين المعوزين فكرياً ومثقفي الفلكلور
من حفظت مشاهد من التراث الثقافي الكردي، وبعض الفقهاء الذين مزجوا بين صوفياتهم وشوائب العصاب القومي وأوهامه، وبعض أنصاف الأميين الذي كانوا يفكون الحرب، بل وفي بعض المراحل أميين مدفعين يعجزون حتى عن ذلك. فعجزت الحركة بذلك أن تكون حاضنة لنشوء فكر سياسي جواني يغني الأساس النظري لها ولمشروعها. ولم تفرز مثقفين منتجين معرفيا، وظل المثقفون النقديون بعيدا عن أطر الحركة وفي أحسن الأحوال على هامشها، بينما تولد ذهاب من أنصاف المثقفين الراضين عن الذات والأحوال والمعظمين لها والمستترين على عيوبها تحرير وإصدار وسائل نشر الخطاب الكردي المتواضعة أصلا والمحتكرة حزبيا، فجمدوا أنساق الخطاب السياسي والفكري عند سقف آفاقهم. قال دكتور نور الدين الجلادي: لم تعد سجونكم تخيفني. وصدق. ونحن نستذكر اليوم ذاك الرجل الكبير، ومعيار صدقنا في استذكاره هو أن نتحلى بالروح النقية التي أبداها نور الدين في مذكراته. وبالمناسبة العنوان الصحيح هو سيرتي الكردية وليس حياتي الكردية، وأنا مترجم من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية. وذكر مواقف من اتخذ التي نشرها بعد أقل من 20 عاما من المنفى القصري، فالرجل لم يسأ لمن أساء إليه. وذكر مواقف من اتخذ مواقف مشرفة وفضح الجلادين وسياساتهم وشرح معاناة شعبه ودافع عن قضيته. وكان شقيقه الدكتور نافذ قد قال له مواسيا إياه حين كان يجهف بالبكاء حزنا على فراق ملاعب طفولته وأفراد عائلته وحيواناته الأليفة: ستصلح رجلا يا نور الدين، وقد صدق حدس نافذ، وأي رجل، فسلاما أيها الرجل الكبير. شكرا أستاذ سمان.